نفسنا لو تلقاه. اسأل على الأهل وبطولاته هيقول لك وسع القط. وكفاية على الأهل إنه الأهل نقطة ومن أول الصد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشباك. النهارده حابب ابتدي مع حضراتكم من حفل تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري والدرع رقم 42، دوري مؤمن زكريا ودرع مؤمن زكريا. للاسف خلال الفتره اللي فاتت وخلال اليومين اللي فاتوا كل الناس وكل الاراء كله اتجه نحو مشكله كابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه وكابتن محمود كهربا لاعب النادي الاهلي. الحمد لله الموضوع اتحل امبارح بمداخله في قناه النادي الاهلي كابتن محمد فضل اللي اثنى على محمود كهربا وقال محمود كهربا اخ اصغر ليا. وايضا تبادل التصريحات من الكابتن محمود كهربا للكابتن محمد فضل وقال الكابتن محمد فضل اخ اكبر ليا. وعشان كده النهارده مش حابب اتكلم عن الموضوع ده واقول مين صح ومين غلط، خلاص صفحه واتقفلت. عايزين في حفل تتويج النادي الاهلي بالدرع 42 عايزين نشوف الصور المضيئه اللي احنا بنشوفها قدام حضراتكم. دوري مؤمن زكريا، في اوقات كتير في ناس بتلعب على نغمه ان النادي الاهلي بيتخلى عن ابنائه والنادي الاهلي ما بيوقفش مع ابنائه والنادي الاهلي مع ابنائه بيتخلى عنهم في عز ازماتهم. لا، اللقطات اللي احنا بنشوفها النهارده وجود مؤمن زكريا اللي بنتمنى له السلامة ويا رب ربنا يشفيه في أسرع وقت، ونشوفه النهاردة وهو موجود وسط اللعيبة، الابتسامة اللي مرسومة على مؤمن زكريا بالمناسبة دي تسوى الدنيا كلها. لما تشوف مؤمن زكريا وفرحته وجود زوجته معاه وابنه الصغير، دي معاني كبيرة جدا، معاني ما تلاقيهاش غير في النادي الأهلي. النهاردة شايفين ابتسامة مؤمن زكريا، شايفين النادي الاهلي وشايفين الكابتن محمود الخطيب اللي كان ماسك ومساند مؤمن زكريا علشان يروح ويحتفل ببطوله الدوري ودرع الدوري 42 مع كل لاعبي النادي الاهلي. معاني كبيره ومعاني مهمه، وكنت اتمنى الاعلام وكل الناس تسلط الضوء على اللقطات دي، هي دي اللقطات الحلوه واللقطات المضيئه. اللقطه الثانيه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، علشان نعرف ان النادي الاهلي منظومه كبيره، منظومه بتدار باحترافية كبيرة. كابتن محمود الخطيب لم يظهر في حفل التتويج أكتر من 30 ثانية. رئيس النادي الأهلي بيظهر في حفل تتويج بطولة الدوري 30 ثانية بس. بيسيب المشهد وبيسيب الاحتفال لأصحاب الاحتفال وأصحاب الفرح. هم اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي والعاملين. هم دول أصحاب الفرح. زي ما أقول لحضراتكم النادي الأهلي منظومة كبيرة، واللقطات دي ما بتشوفوهاش غير في النادي الأهلي بس. النادي الأهلي المنظومة اللي بتبتدي من جمهوره، ثم العاملين، ثم الجهاز الفني والإداري والطبي، ثم مجلس الإدارة، ثم لجنة التخطيط، وعلى رأس هذه المنظومة الكابتن محمود الخطيب زي ما بقول لحضراتكم اللي بيظهر في المشهد في وقت لا يتخطى أو لا يتعدى 30 ثانية. عكس أماكن تانية ممكن نشوف رئيس نادي بياخد الكاس وبيجري بيه وبيحتفل وبيقول أنا صاحب الفرح وأنا صاحب البطولة وأنا اللي عملت الإنجاز ده وأنا اللي حطيت التشكيل وأنا اللي غيرت. النادي الاهلي غير، وهيفضل دايما النادي الاهلي غير. دول لقطتين حلوين جدا كنت اتمنى تسليط الضوء عليهم في حفل تتويج بطوله النادي الاهلي او بطوله الدوري. المشهد الثالث اللي بيخصنا بقى احنا هنا في برنامج الاشبال النهارده، لما نلاقي محمد فخري وعربي بدر وشادي رضوان بيشاركوا في المباراه الختاميه في بطوله الدوري امام طلائع الجيش، بنشوف محمد فخري وهو بيأدي اداء رائع، وبنشوف عربي بدر وهو بيأدي أداء رائع وابتدوا من أول المباراة وعندهم شخصية النادي الأهلي وثقة النادي الأهلي. دي لقطة حلوة. عربي بدر اللي بيلعب في مركز غير مركزه، عربي بدر هو لاعب خط وسط مدافع للنادي الأهلي. النهاردة موسيماني بيلعبوا في حتة الباك رايت، محتاجه في المنطقة دي علشان موجود محمد هاني بس. فالنهاردة بيلعب وبيأدي كأنه لعيب بالظبط، عنده خبرات كبيرة وبيشيل هدف كمان كان محقق لطلائع الجيش. عربي بدر دي من اللقطات الحلوة، لقطات
اللي أنا كنت أتمنى تسليط الضوء عليها بشكل كبير. اللقطة الثانية للاعب محمد فخري. محمد فخري ما شاء الله عليه برضو بيلعب في مكان غير مكانه، بيلعب خط وسط مدافع جنب ديانج. محمد فخري بيلعب مكان قفشة في حتة رقم 10 في حتة صانع الألعاب، لكن عنده الشخصية، عنده المهارة، بيصنع هدف كمان رائع لمحمود كهربا. الهدف ده زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم ده صناعة محمد فخري. محمد فخري لاعب مميز، لاعب واعد، لاعب لو خد فرصة حقيقية في مكانه رقم 10 صانع ألعاب كمان هنشوف محمد فخري بشكل رائع وشكل مميز. هي دي المكاسب اللي احنا بنقول عليها. المكاسب لما تلاقي لاعب صغير بيبتدي مشوار حياته هو عنده 18 سنة أو 19 سنة ببطولة الدوري. بالمناسبة مش محمد فخري ولا عربي بدر ولا شادي رضوان بس اللي أخذوا بطولة الدوري. عندنا مصطفى شوبير كمان كان موجود في مباريات لم يشارك في الدوري، شارك في بطولة كأس مصر. عندنا محمد شكري، لعيبة بتبتدي مشوارها مع النادي الأهلي ببطولة الدوري وفيهم اللي خد 2 دوري. حافز كبير ليهم، بيكتسبوا خبرات وكمان حافز للاعبين اللي في قطاع الناشئين. لما نشوف صحابنا وزمايلنا بيحققوا بطولات مع النادي الاهلي هيبقى عندنا الغيره ان احنا نكون موجودين. علشان كده بقول لحضراتكم شاركونا النهارده في برنامج الاشبال، وبقول لكل جمهور النادي الاهلي شاركونا النهارده وعايز اسمع رايكم في اول مشاركه بصفه اساسيه للاعب عربي بدر. زي ما احنا شايفين شاركونا اداء شباب الاهلي اللاعب عربي بدر ومحمد فخري في طلاع الجيش، وهنقول اراء حضراتكم معانا النهارده في برنامج الاشبال. ده ان شاء الله على مدار الحلقه هنقول كل اراء حضراتكم. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه، كان عندنا فيديو من شهرين. الفيديو ده ما حبيناش ان احنا نعرضه، قلنا هنعرضه في الوقت المناسب. الوقت المناسب هو ختام بطولة الدوري بعد ما نقيم التجربة بشكل أكبر وبعد ما تنتهي بطولة الدوري. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعلق بعد ما نشوف الفيديو. هنقف كتير جدا 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 النهاردة عن النادي الأهلي، وهنقف عند مواضيع كتيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي. هنقف النهاردة للإصلاح، ولا قطاع الناشئين اللي مطلعش بقاله فترة كبيرة ولسه دلوقتي بيبتدي يتغير. معنى ان هو بيتغير بالشكل ده معنى ان هو في حاله عدم رضا، ودي الحقيقه حاجه يشكر عليها كابتن محمود الخطيب ان هو بيغير حتى لو في اخر 50 متر. ممكن ده يبقى يتوجه الانتقاد لكابتن الخطيب، لان حضرتك بقالك 3 سنين حضرتك بتغيره في اخر 7-8 شهور قبل الانتخابات. قطاع الناشئين المفروض كان يبقى ليه بلان من 3 سنين، فده دليل على ان القطاع كان ماشي غلط بشكل كبير، وبجيب له واحد اجنبي وبجيب خالد بيبو، ولكن ان انت تيجي متاخر احسن من ان انت ما تجيش خالص. بالمناسبة الفيديو ده كان عندنا من فترة، ما رضاش نعلق عليه ولا نتكلم عنه غير في نهاية الموسم أو نهاية بطولة الدوري. كابتن سيف بيقول على مدار 3 سنين مفيش خطة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. تخيل النهارده وإحنا ما عندناش خطة بنطلع مصطفى شوبير، عربي بدر، محمد فخري، محمد شكري، بنطلع مين تاني يا شباب؟ يعني بنطلع لاعبين وشادي رضوان. وشادي رضوان 5 لاعبين تاني، بنطلع مصطفى شوبير، عربي بدر، محمد فخري، شادي رضوان ومحمد شكري. 5 لاعبين واحنا ما عندناش خطه على مدار 3 سنين. بالمناسبه بنوجه الشكر للكابتن فتحي مبروك اللي اشتغل خلال 3 سنين باخلاص، وبنشوف ثمره النجاح وثمره التعب. ومش كابتن فتحي مبروك، لا ده كل مدربين القطاع داخل النادي الاهلي بنشوف 5 لاعبين، 5 لاعبين ان احنا نشوفهم مع الفريق الأول ده إنجاز كبير. لكن عملية التغيير بقى كابتن خالد بيبو والمدير الفني الأجنبي دي خطوة تانية للنادي الأهلي، خطوة كبيرة للنادي الأهلي، تخطيط كبير للنادي الأهلي. إن شاء الله هنحصد كل الكلام ده بعد سنتين، هنشوف بدل ما يبقى عندنا 5 لاعبين هنشوف أعداد كبيرة. ده كنت حابب إن أنا أعلق على فيديو كابتن سيف زان. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها من فيتو. الشربيني وحشيش يناقشان محمود سعد نظام بطولات الناشئين والبراعم. من الموقع الرسمي للنادي الأهلي كابتن ياسر رضوان تصعيد لاعبي 2001 الفريق الأول نجاح كبير لقطاع الناشئين. أهلي 2005 يفوز على منشية التحرير ب7 أهداف ودية.
أهلي 2006 يفوز على مصر المقصة 4-2 وديا. أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. نروح لليوم السابع ومنتخب الشباب يخضع لفحص طبي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا اللي تأجلت من الشهر الحالي لشهر مارس المقبل. وبالمناسبة النهاردة واجه فريق النصر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3. من موقع في الجول، المنتخب الأولمبي دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو في الصيف المقبل. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الشباب والأولمبي. نروح لفاصل، بعد الفاصل استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح لقطاع الناشئين بالأهلي وآخر الاستعدادات للموسم الجديد، وهنبتديها مع فريق شباب النادي الأهلي مواليد 99. وآخر الاستعدادات كانت مباراة قوية، استعداد للموسم الجديد أمام المقاولين العرب في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. المباراة انتهت بفوز الأهلي بثلاثية أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب ياسين علي واللاعب فهد جمعة وصالح نصر. نروح نشوف ملخص المباراة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. We'll be right back.
اكيد الهدف الثالث لصالح ناصر في مباراه الاهلي والمقاولين الوديه هدف حلو جدا. ده كان استعداد فريق الشباب للموسم الجديد. ايضا نروح نشوف استعدادات فريق 2001 للموسم الجديد ومباراه وديه ايضا في ملاعب الناشئين في مدينه نصر مع فريق الترسانه اللي انتهت بفوز الاهلي بهدفين للاعبين حسام ياسين واحمد غريب. نروح نشوف ملخص المباراه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مباراة واستعداد قوي للموسم الجديد، لكن عايز اروح بقى لهدفين، هدفين يعني من الماتشين، ماتش الشباب ومباراة 2001. الهدف الأول لصالح نصر، صالح نصر من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين، أتمنى برضه ياخد فرصة زي اللعيبة اللي طلعت زي شادي رضوان وعربي بدر. الهدف أمامنا لصالح نصر. صالح نصر من اللاعبين اللي بيمتلكوا السرعة وبيمتلكوا حاسة التهديف، هدف فيه مهارة عالية جدا. إحساسه النهارده وحاسس إن حارس المرمى طالع عليه وبحطها بمهارة عالية جدا بوش رجله من فوق حارس المرمى، شايفين؟ إحساس عالي جدا من صالح نصر وبحطها كمان بمهارة عالية، هدف من الأهداف الحلوة جدا لصالح نصر اللي أتمنى إنه يعني ينضم لتدريبات النادي الأهلي. الهدف الثاني لأحمد سيد غريب مواليد 2002 وبيصعد مع 2001، هدف حلو جدا برضه، هدف فيه مهارة المراوغة بيعدي من اللاعب والتاني
وبرده شبيه لصالح نصر، شاف اللاعب بيطلع عليه حارس المرمى بيطلع عليه بيحطها بوش رجله خفيفه كده من فوق حارس المرمى، برده من الاهداف الحلوه. صالح نصر واحمد سيد غريب من اللاعبين المميزين، احمد سيد غريب بيلعب مهاجم فريق 2001، صالح نصر بيلعب تحت المهاجم في فريق الشباب. دي كانت اخر استعدادات فرق قطاع الناشئين للموسم الجديد. نروح بقى لاكاديميات النادي الاهلي. معانا تقرير دلوقتي، وكان لينا لقاءات في اكاديميه النادي الاهلي فرع مركز شباب الجزيره اللي تم افتتاحه قريبا. نروح نشوف التقرير ده ونروح لبعدها لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن ياسر ريان. والله احنا كنا عاملين دوري من اسبوعين، وروفال بول النهارده كسب البطوله اكتر نقط. احنا بقالنا اسبوعين شغالين على الدوري، وكان النهارده النهائي الحمد لله. معانا مجموعه شباب لعيبه كويسين قوي السنه دي، في طفره كويسه قوي في الناشئين في الروفال بول وليفونتس وبتاع، سمينا الفرق، فكل كابتن فرقه بيسمي فرقته وبتاع. طبعا بنبدا نشتغل مع الاولاد على كذا محور، يعني اولا محور الاخلاق، ان انا احنا عاملين البطوله دي هي تنافسيه، بس احنا في الاول وفي الاخر احنا كلنا اهلي مع بعض. بعلم الولد ان المكسب ليه فوائد والخساره ليها فوائدها. خسرت ده مش معناه ان يكون في، طبعا حضرتك عارفه السن اللي احنا بنتعامل معاه، طبعا بيبدا بقى زعل وزعلان ان من الخساره. لا، انا بنتفق ان احنا الخساره دي بتخليني استفاد، ان انا احاول اعالج بعد كده. بنشتغل مع الاولاد طبعا شغل مهارات حركيه اساسيه، ومن المهارات الحركيه الاساسيه بنبدا ان احنا ندخل في مهارات الكوره، بنربط مهارات حركيه اساسيه بمهارات الكوره، بنقدر ان احنا نطلع لعيب محترم، لعيب كوره كويس. بنبدا كمان نشتغل مع الولد ان احنا نحاول ان احنا نزرع فيه مبادئ النادي الاهلي. السن الصغير ده انت بتبداي، او المدرب بيبدا يعلم الولد استلامه للكوره ازاي، استيعابه للكوره ازاي، التحرك ازاي. فلازم نمره واحد يحبب الولد فيه، دي نمره واحد يحبب الولد. الولد حب المدرب هيقدر ينفذ اي حاجه المدرب يقول له عليها. هو الصعوبات اللي بتواجهني، اللي انا طبعا بيجي لي ولد في البدايه خالص، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخليه يوصل للمستوى اللي الولاد الثانيه موجودين فيه، اللي هي الوعي التكتيكي اللي كله بيجري مثلا ورا الكوره. احاول اعرفه مركزه يلعب ايه، ما يحاولش يسيب مكانه ويروح مكان ثاني. هو ده اللي انا بحاول على قد ما اقدر اشتغل على النقطه دي. بعد كده الاداء الجماعي بيجي لوحده، يعني الولد بياخد على الولاد في طريقه اللعب، كلهم بيلعبوا زي بعض. الفكره كلها في السن نفسه، السن نفسه بيبقى صعب شويه، بيبقى عايز انك تكوني شويه تتكلمي معاه. في سن، في اولاد بيبقى مستوعبين، في اولاد ثانيه بتبقى لسه الموضوع بالنسبه لهم بيبقى صعب شويه. فاحنا كده كده المدربين مثلا بنبتدي ننزل لهم تحت برده شويه، في مواهب بتبقى موجوده بس بتبقى عايزه تتنمى شويه في الاول. بس هم في اولاد في عناصر كويسين جدا بالنسبه ل 2013 وبالنسبه برده 2012. والله النهارده احنا قدرنا نستفيد من حراس، انا معايا مجموعه كبيره، معايا 12 حارس، فقدرت ان انا انظمهم كفئات عمريه وكمستويات. في عندي المتميز، في عندي اللي هو النص ونص، في عندي اللي هو لسه بادئ. فبالنسبه للدوري الداخلي النهارده انا استفدت منه ان هو صنف لي الحراس بتوعتنا. دايما احنا همزه الوصل ما بين اولياء الامور وما بين المدربين، يعني احنا دايما بقى الاشتراكات معانا، كل المعلومات بتبقى معانا بالنسبه الخاصه بالمواعيد، الملابس، الاشتراكات، كل الكلام ده بيكون معانا احنا. كل التنسيق بيبقى معانا احنا من خلال الجزء الاداري، احنا الاداريين الموجودين، فاحنا ماسكين كل حاجه خاصه بالجانب الاداري. في اولياء امور طبعا مش يعني مهتمين، بيقول لك مثلا ابني ما لعبش شويه، انا لا محتاج ابني يلعب اكتر، محتاج كذا. فاحنا طبعا بنحرص ان احنا نوصل لاولياء الامور الجانب ان هو الجانب الفني يعني دي بتخصص المدرب. ساعات في اولياء امور بتسال مثلا ابني ما لعبش مثلا فتره، لا ابني كذا، لا احنا بنوصل لهم لا ان هو كل الولد بياخد حقه بزياده. وفي اخر الموسم طبعا المدرب هو اللي بيصنفهم جريد ايه، جريد بي، جريد سي. النادي برده موفر شويه حاجات برده معانا كويسه جدا، في ظل برده العدد الكبير ده طبعا الاختلاط بيبقى الموضوع صعب جدا. بنقيس درجه الحراره قبل الوحده، قبل كل وحده كل ولد بنقيسه درجه حراره، غير برده موضوع الكحول والكلام ده كله. يعني الحمد لله 400 يعني ايه، حاول يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلم الدنيا عشان خاطر ما يبقاش فيها مشاكل في حاجه. يعني
اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده اللي مشرفني منورني في برنامج الاشبال على مدار حياته كلها كان لاعب ملتزم جدا، وخاصه كمان داخل الملعب كان بيمتاز بالسرعه، ومع السرعه كمان كان عنده المهاره العاليه جدا كمان. محب جدا للنادي الاهلي، واشتغل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مسك فرقه 2004 وكان ليه نجاحات كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهو دلوقتي في دور مهم تاني، عضو في لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. ضيف النهارده كابتن ياسر ريان. منورنا كابتن ياسر. كابتن اسلام عامل ايه؟ شرفنا ومنورنا. ربنا يكرمك، انا سعيد بوجودي معاك بامانه، يعني بقالنا فتره ما شفناكش هنا في قناه الاهلي. كل سنه بيجي لك مره. طبعا برنامج الاشبال لنا زياره كل سنه يا كابتن ياسر. تحت امرك في اي وقت. كابتن ياسر دلوقتي في مهمه جديده في لجنه اكتشاف المواهب. تمام. عايزين نتكلم عنها ودورها. بص يا كابتن اسامه، يعني اكتشاف المواهب ده انا حبيت يعني اخد يعني تجربه جديده في حياتي. بالنسبه لي انا كياسر ريان. التجربه اللي في حياتي اللي انا خلاص مسكت فتره طويله قوي في قطاع الناشئين، اشتغلت في بعض الفرق في الدوري الممتاز بيه، اشتغلت يعني بحب انا، واشتغلت في جزء اداري. انا بحب ابقى متنوع شويه، ملم، فلازم يبقى انا عندي درايه برضو باكتشاف المواهب او ايه دورها وشغلتها خبرتها ايه. ممكن في يوم من الايام استفاد منها على المدى البعيد للنادي الاهلي او في اي مكان انا اروح. كويس. اكتشاف المواهب بيرأسها رئيس اللجنه هو كابتن فتحي مبروك. الاعضاء اللي موجودين فيها كابتن ابراهيم عبد الصمد وماسك منطقه القاهره. كابتن امين عرابي ماسك منطقه القناه والاسماعيليه وخط القناه. كابتن صديق جمال ماسك منطقه الصعيد. كابتن مدحت طه اسماعيل مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد في البدايه، سوري، يعني مع كابتن ابراهيم في القاهره. عشان منطقه كبيرة شويه. وانا ماسك منطقه بحري. اي مكان في بحري سواء مش انا بس، احنا كلجنه لنا تنظيم اداري وفني شويه. كويس. اللي احنا ايه دورنا؟ سواء في ماتشات في الدرجه الاولى اللي هي الممتاز به، ماتشات قطاع ناشئين، حد متكلم على لعيب كويس بنروح نتابعه. في ناس برضه بيعرضها، يعني احنا كنا اول امبارح في لجنه موجوده في اهل مدينه نصر. وده كان اقتراح كويس معمول مع كابتن فتحي مبروك وكابتن ابراهيم صمد مع القطاع الناشئين عندنا في النادي الاهلي. جبنا من خلال الوكلاء اللي هم من خلال تعاملهم معانا احنا كلجنه، جبنا بعض اللعيبه الكويسه اللي احنا شفناها واللي هم بعتهم لنا. كويس. عملنا لجنه مع الخواجه التشيكي واتفرجنا عليهم، والراجل احنا 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 جبنا اللعيبه وما دخلنا النادي الاهلي مدينه نصر، احنا ما عادش لينا دور، دورنا انتهى. بترشح بس خلاص، وخلاص برشح وهو يتفرج ويبص. وكان موجود بعض المدربين من قطاع الناشئين يتفرجوا. ليه؟ احنا مش عايزين يبقى لنا تدخل في الجزئيه. كويس. دي ليه؟ كويس. دي خلاص احنا جينا في ملعبك. اختار اللي يتناسب معاك، اللعيبه اللي انت شايفها مناسبه خد. هو اختار من كنا حوالي عملنا ثلاث مجموعات حوالي 60 لعيب، اختار تقريبا من 2 ل 3 لعيبه. كويس جدا. هيبصوا عليهم ويتعشوا في قطاع الناشئين عندنا حسب المراحل السنيه بتاعتهم. واتفقنا برضو كل سنه كل شهر هنبقى موجودين في النادي الاهلي من خلال اللجنه اللي حضرتك اللي قلت لك دي. زائد احنا لسه خلي بالك الدوري قطاعات الناشئين لسه ما ابتدتش، المسابقات اللي هي ممتاز بيه في ثلاث مجموعات خلاص لسه احنا على الابواب، ممكن في خلال ثلاث اسابيع بالظبط هنبقى متابعين بقى. متابعين الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي في القطاعات. هنتفرج عليها، ممكن لعيبه تظهر قدامنا مميزين برضو نتابعهم. يعني ممكن النادي الاهلي مثلا في سن من مواليد من اللي بتلعب، لقينا في فريق اخر بيلعب لعيب مميز. هنبدا نتابعه بقى. المتابعه كابتن ياسر، هل هي بتبقى مباراه او اتنين، ولا انت النهارده بتعمل بقى متابعه بشكل اطول بقى؟ لا. النهارده بتتابع مبارياته كلها. احنا لازم احنا بنتابع زي حضرتك بتتكلم كده، احنا متابعينه كده. بس احنا بنشوف برضه احتياجات قطاع الناشئين ايه. كويس. في فرقه تقول لك مواليد معينه، تقول لك انا عايز سير دي باك في 2001، عايز فرود في 2004 او 2003 الوقت، يعني بيحصل عمليه تنسيق الاول. لازم مع كابتن، يعني انت النهارده بتدور او عينك بتتفرج، انا عارف احتياجاتك القطاع مثلا محتاج طبيعي. مهاجم، محتاج مدافع، ابدا اركز. طبيعي كابتن فتحي بيقول لنا احنا محتاجين في المواليد دي اللي حارس مرمى، فيرود، سيرد باك. بس برضو ما يمنعش اللي انا لو ظهر قدامي لعيب بيلعب في مركز تاني غير اللي هو اتقال لنا، طبيعي احنا لازم نتابعه. طبعا انت عارف احنا كمان احنا مشكله خطيره بتقابلنا في مصر كلها. ايه هي؟
احنا اول حاجه حتى انت ما بتروح تتفرج على لعيبه على لعيب الكوره بتبص على على الجانب المهاري، ايه ده لعيب كوره كويس. طب انت في لعيبه سيرد باك بيبقى امكانياته الفنيه او المهاريه مش زي اقل، فاحنا كنادي الاهلي كمان كانت طول عمرنا في الاجيال بنركز على اللعيب المهاري. حتى لاحظ احنا ان الحته الدفاعيه عندنا بتبقى مش مايلين لها قوي، احنا بنميل للشق الهجومي. ليه؟ النادي الاهلي بيلعب على الكره الهجوميه، فالفتره دي اعتقد ان احنا بنبص على حارس مرمى، بنبص على سيرد باكات، بنبص على باك رايت، على ديفندر، على راس حربه. المراكز دي اللي بتبقى الاغلبيه المطلوب. بس برضو من خلال رئيس اللجنه عندنا كابتن فتحي والتنسيق مع قطاع الناشئين بيقولوا احتياجاتهم ايه، واحنا بنجتهد مع نفسنا ان شاء الله. دور اللجنه هل مقتصر على قطاع الناشئين بس، ولا النهارده ممكن تتفرج في القسم الثاني بترشح ممكن لعيبه للفريق الاول برضو؟ تاكيد احنا بس طبعا احنا ماسكين اللجنه، احنا من اول الدرجه الاولى عندنا في النادي الاهلي لاصغر فرقه في البراعم في الناشئين بنشوف في المراحل دي كلها. بس بتبقى حاجات جزئيه، بمعنى يعني احنا دلوقتي في مجموعه محري او القاهره او الصعيد قالوا تفي لعيب مثلا بيلعب سين مركز معين ووكيل من الوكلة بيقول لك تعالوا تابعوه. فاحنا بنروح معانا استماره، الاستماره ده بنكتب فيها الجوانب كلها الفنيه بتاعته. الجوانب الفنيه، السرعه، القوه، المهاره، بتدي درجات لكل درجات. نقطه انت محتاجها على طول بنعلم اكس او صح، بندي وفي الاخر طيب طلع تقديره في الاخر اللاعب اللي انا شافه ده 9 من 10 او يبقى نسبه كويسه. طبعا بيجي الكابتن فتحي بيبعت حد تاني يروح يبص عليه يشوف برضه ياسر مش لوحده. يبص بعت سين من عضو تاني من اللجنه بيبص عليه يقول له يا كابتن لا اللي ياسر ران قاله لا مظبوط. بنعمل ايه بقى في الاخر؟ اللجنه كلها هتروح تشوف اللاعب ده عشان يبقى كلنا متفقين. طيب لما احنا بنشوف كلنا اللاعب ده بنعمل ايه؟ بنيجي في الاخر سواء لو لعيب تحت السن بنعرض على المدرب او المسؤول في قطاع الناشئين عندنا اللي في لعيب مواليد كذا بيلعب في الدرجه الاولى، حد يجي من عندنا من الجهاز ده يتفرج على اللعيب يشوف هو ايه امكانياته. هو برضه في الاول وفي الاخر بيدي ايه القرار بتاعه. بس احنا كلجنه ترشيح الترشيح ولازم يبقى موجود في الحاجات دي في لجنه التخطيط اللي احنا موجودين وشغالين. ليه؟ عايزين نغير مفهوم اللجنه. ليه اللجنه اغلبيه الوقت كانوا المعلومات اللي عندي انا كياسر اللي لا احنا عايزين احسن، لجنه التخطيط عايزه اعلى، عايزين لا يبقى فيه. عشان كده الدايره كبرت شويه بالنسبه لاعضاء اللجنه. طبعا احنا خمسة. النهارده حضرتك كمان بتقول بتغطوا مساحه كبيره جدا في بحري وفي ابلي في الصعيد. يعني انا كنت الاسبوع اللي انا في القاهره من اسبوعين رحت اتفرجت على ماتش تكرنس والرجاء في تكرنس وقبلها باسبوع اتفرجت على المنصوره وفاركو. كنت بتابع هناك لاعيبه، لقيت الامور مش احنا بنبص على لعيب نادي اهلي. يعني مواصفات لعيب نادي اهلي ايه المواصفات اللي بتشد الكابتن ياسر او ممكن الكابتن فتحي مبروك بيكلفكوا بيها بالاختيارات؟ يعني مواصفات اللاعب اللي يعني مبدئيا يعني ما حد مثلا اولا لازم يكون سنه صغير، ده رقم واحد. سن الصغير طبعا مش سنه صغير، لان انا بشوف هل احنا محتاجين الدرجه الاولى ولا قطاع الناشئين؟ في الحالتين احنا عايزين لعيب يكون بخبراتنا كده سواء لعبنا في النادي الاهلي او مدربين او بنبقى جوه المنظومه عارفين احتياجاتنا احنا النادي الاهلي. يعني انا لو اتفرجت على لعيب لقيته سريع ومهاري وكورته كويسه وتابعته مره واثنين وثلاثه ولقيته لعيب كوره كويس طبيعي ان الناس عارفين ان انا لعيب عندي خبرات ولعيب لعبت مع النادي الاهلي ولعيب دولي فطبيعي ما باجي ارشح حد واتكلم عليه كويس قوي بيبقى ترشيحي عارفين اللي ياسر ران متابع الولد ده كويس. وفي نفس الوقت احنا بنعرض على اللجنه، انت عارف الحته التنظيميه عندنا جوه النادي الاهلي طبعا. يعني انا ما ينفعش ارفع التليفون على مدير فني في قطاع ولا لازم الكابتن فتحي هو اللي بيعرف، رئيس اللجنه هو اللي يتم عمليه التواصل. تمام. كان عليكم دور كبير السنه دي، السنه دي طبعا فيروس كورونا ما فيش اختبارات، كان ده بيجي اعداد كبيره للنادي الاهلي في مدينه نصر، السنه دي ما فيش اختبارات، السنه دي في طبعا عليكم دور كبير. ما هي حته الاختبارات دي انت عارف النادي الاهلي يعني احنا اول ما بنقول اختبارات احنا ممكن يجي لنا السنه اللي فاتت احنا جالنا حاجه و20,000 لعيب في جميع المراحل وفي الاخر ممكن تلاقي النتيجه في الاخر ايه؟ واحد او اثنين. احنا برضو بندور على واحد او اثنين في الاخر. ليه؟ انت عندك لعيبه متربيه جوه النادي الاهلي بقالهم 10 سنين و8 سنين بقالهم فترات طويله مع بعض وبيبقى لعيبه مميزه.
فعشان كده اللاعب اللي بيبقى جاي من بره ويدخل جوه النادي الاهلي لازم يبقى اعلى من اللي عندي طبعا. ما ينفعش اقل. عشان كده احنا بنبقى ندور ونبص على ايه، على اللعيب اللي انا شايفه او اللجنه شايفاه، واللي ليه اللجنه كلها ناس اشتغلت في النادي الاهلي. لا وكمان ما شاء الله يعني عيون خبيره كلها ما شاء الله أكيد. اسماء كبيره على راسهم الكابتن فتحي مبروك وكابتن ياسر ريان. نروح للفاصل وبعد الفاصل استكمل الحوار مع ضيفي كابتن ياسر ريان. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا عملنا سؤال لحضراتكم، يعني ما شاء الله في تفاعل كبير على صفحه القناه، وهنشوف السؤال مع حضراتكم مره ثانيه عشان هناخد دلوقتي ردود فعل الناس. ما رأيك في أداء شباب الأهلي العربي بدر ومحمد فخري أمام طلائع الجيش؟ عايزين ناخد برضو يعني مشاركات الناس، ما شاء الله في مشاركات كبيرة ومشاركات إيجابية. عايز أقرأ بعض تعليقات الناس على رأيهم في محمد فخري وعربي بدر في أمام طلائع الجيش. هنبتديها مع مديحة عثمان، بتقول ما شاء الله على عربي بدر، طلع جونين كانوا في الشبكة على طول، وفخري برضو كان السبب في الجون اللي اتعمل لمحمود كهربا وما هبوش الموقف. أحمد صلاح بيقول 10 على 10، ولازم نعتمد اكتر على الشباب ويا رب ياخدوا فرصه كمان. خالد مرعي بيقول متميزين، خالد مرعي بيقول متميزين ما شاء الله، وان شاء الله هيأدوا احسن من كده كمان. احمد حجاب العربي ناجح بامتياز، والامل في فخري وشكري وشادي رضوان، ربنا يوفقهم يا رب. وبقول لك عندنا كمان اكتر من اللعيبه اللي طلعت. محمد هلال بيقول بصراحه كويسين والله، ونتمنى الاستمراريه منهم على مستواهم في تحسن، ومستوى فخري ما شاء الله عليه. وليد محمود بيقول رائع. حسن الفكهاني بيقول ما شاء الله عليهم، ولكن لازم يستمروا باللعب، اهم حاجه من اللعب لازم يستمروا في التدريب الكويس، عشان ده اللي هيديهم فرصه ليكونوا موجودين بشكل اساسي، وان شاء الله الفرصه يستغلوها. احمد رؤوف بيقول العربي خلاص نجح، فخري لسه شويه. انا بختلف معاك، العربي لسه بيبتدي المشوار، مش خلاص نجح، لسه قدامه مشوار طويل. وبرده نفس الكلام امام فخري المبشر جدا. حماده عز اخيرا بيقول اداء رائع وممتاز ما شاء الله عليهم. كابتن ياسر، شفت عربي بدر ومحمد فخري، وانت راجل اشتغلت في قطاع الناشئين وكان ليك يعني بصمات في قطاع الناشئين، شفت اداء عربي بدر ومحمد فخري، محمد شكري، شادي رضوان، اللعيبه مصطفى شوبير قبلهم في الكاس، شفت اداء الشباب ازاي؟ بص يا كابتن اسامه، انت عارف اللعيبه دي بتبقى محظوظه اللي هي موجوده في النادي الاهلي كويس، واللي هم يدخلوا في مباريات الاجواء مساعداهم. النادي الاهلي الحمد لله كنا واخدين بطوله الدوري، اللاعب مش داخل تحت ضغوطات، ودي مهمه جدا، عشان لما اللعيب يبقى موجود تحت ضغوط بيبقى صعب قوي الموضوع عليه. لكن اللي هو ينزل في وقت في ارتياحيه وينزل يمتع نفسه ويتبص عليه كويس، فدي فرصه كويسه. فانا اعتقد اللعيبه اللي لعبت الفتره اللي فاتت وظهرت بشكل، كل اللي موجودين من الناشئين عندنا لعبوا وموجودين في الدرجه الاولى، ظهروا بشكل كويس، وده زي ما حضرتك قلت دي بدايه صح، بدايه. والنادي لو طول ما انت بتلعب فيه لغايه ما بتبطل كوره كانها البدايه. يعني تقول لا انا عايز يعني اخر فتره في حياتك مع النادي الاهلي، ما ينفعش تقول انا كده عملت اسم وبيتني، ما ينفعش. كل يوم النادي الاهلي عايز يكسب، عايز بطوله، عايز يبقى انت ادائك يبقى كويس، حاجات كتير قوي. بقيت من ناشئين طلعت الدرجه الاولى، ولو بقيت موجود هتلاقي برضو الامور بقت صعبه عليك. كل وقت الموضوع مش سهل، النادي الاهلي كله ضغوطات، لكن انت محظوظ او انت الحظ كان مساعدك، اللي النادي الاهلي ياخد بطوله الدوري بدري، نزلت في توقيت الناس متقبلاك. والتقبل الحمد لله انت نجحت فيه. يعني المهم الوقت المناسب اللي تدي فيه الناشئ تأكيد، عشان اكسبه، عشان تكسبه، عشان كمان ما تبقاش عامل عليه لود مش بتاعه لسه. ليه؟ برضو هو عارف النادي الاهلي، وعارف تيشيرت النادي الاهلي، وعارف اللي ناس كتير قوي بتفرجوا على النادي الاهلي. شايف محمد فخري في صناعته الهدف ده، محمود كهربا كان قبله عربي بدر، عجبني قوي الشخصيه بتاعتهم مع النادي الاهلي والبدايه، مش راهبين الموقف. كابتن اسامه الموقف يعني النتائج بتاعتنا نتائج النادي الاهلي مساعده الولاد دول يطلعوا طبعا. لكن انت ما تنزل ناشئ واحنا محتاجينه هيبقى الامور صعبه. عشان كده النادي الاهلي ما بيجي ينزل ما ينزلش لعيب عارف اللي هو خامه كويسه وماشي كويسه بلغه الكره، وانزله في توقيت صعب يتعبه، او بلغه الكره عندنا ايه، مش عايزين احرقه بمعنى صح. لكن هو ما ينزل في توقيت في الهدوء وفي ارتياحيه في اللعب وفي لا، الامور بتبقى سهله عليه. فهو الوقت انت خدت فرصه، والفرصه شكلها كويس، موجود مع النادي الاهلي وعندك في الاستمراريه خير. النادي الاهلي عايز يخليك تكتسب خبرات وتطلع بره عشان تكسب الخبرات وترجع تاني يبقى لعيب كبير. الاعارات برضه دي كويس في جميع الاحوال.
طول ما انت بتلعب وانت صغير وطلعت الدرجه الاولى، عشان كده الناشئ لما بيطلع درجه اولى صعب تنزله تاني الناشئين. كويس، خلاص دي وجهه نظر، خطوه تانيه وفي نفس الوقت هيتعب لو انت رجعته تاني. فانا بحب اللعيب اللي ما يصعد ويبقى خلاص الجهاز الفني مقتنع بيه وتمام، خلاص يبقى موجود. طيب انت حاسس الولد ده خامه كويسه بس انا مش هستفاد منه، ما تنزلوش الناشئين، نطلعه اعاره بره. موضوع الاعارات ده ما شاء الله لازم نجح بشكل كبير. بالظبط. فنتمنى ان شاء الله اللي يبقى عندهم الاستمراريه ان شاء الله. طيب شفت لقطه موسيماني النهارده كان في مباراه بيراميدز، وانت النهارده بتلعب ناقص واحد مطرود منك كان عمرو السوليه، والتغييرات في الشوط الثاني بينزل اثنين ناشئين، كان عربي بدر وشادي رضوان. يعني النهارده لما بيبقى عندك مدرب الفريق الاول بيثق في الناشئين او بيدي فرصه كبيره للناشئين، شايفها ازاي ده؟ كل اللي انت بتقوله ده يا كابتن اسامه، يعني الحمد لله احنا برضه هترجع اللي انت واخد بطوله الدوري. حسمت البطوله وحسم البطوله، وانت عندك ثقه في الاولاد، واللعيبه ديت مش لعيبه صغيره، لعيبه طالما طلع الدرجه الاولى يبقى على قد المسؤوليه. ده بالعكس ده فرص ليك كويسه، اللي انت يبقى اللي عندنا النادي الاهلي ناقص او عمرو السلام مطرود، وينزل الناشئ ما تثبت وجودك واعمل اقصى ما في وسعك في كره القدم اللي انت تثبت، اللي انت ما تقولش خروج عمرو السوليه او طرد عمرو السوليه فرق معاه، لا انا برضو زي عمرو، وفي يوم من الايام تبقى زي عمرو، وهتبقى زي عمرو هتبقى في ناس كتير امثله قدامنا. بتبقى انت خد نموذج ليك. فاي لعيب بيطلع من النادي الاهلي انا بعتبر ده من اللعيبه مش بزار، طبعا متربي جوه النادي الاهلي، عارف ايه معنى البطوله، وعارف ايه يعني مكسب، وعارف ايه لما يطلع فوق ياخد فرصه. كل ده عوامل سعر. والمدير الفني عندنا موسيماني اللي هو ادى فرص للناشئين خطوه برضو كويس، خطوه إيه كويس. موسيماني يا كابتن ياسر يعني انا في جزء كبير جدا طبعا الراجل، طبعا انا بشكر والله مش بتكلم ولا ريا ولا حاجه، ان كان سواء مجلس الاداره او لجنه التخطيط عندنا، اللي هم اللي انت تجيب مدير فني من القاره السمراء بعيد عننا جديدة. خالص جديده، لا فكر صح. وفعلا كلنا كنا ايه ده موسيماني ازاي ومنين كلام اللي هو بتاعنا كلاعب الكوره. لكن الراجل اولا اللي هو يجي يقول لك انا سعيد جدا بمر النادي الاهلي. يا كابتن اسامه اي مدير فني بيجي من النادي الاهلي لو ما خدش بطوله مع النادي الاهلي يبقى يعني يبقى هو اللي اثر في حق نفسه. لكن كل مدرب سواء مدرب مصري او مدرب اجنبي على جميع العصور حتى واحنا بنبقى في اقل حالتنا ياخد بطوله. فالراجل جاي متشوق للنادي الاهلي، عاشق للنادي الاهلي، ودي اهم حاجه، عنده درايه كويسه عن النادي الاهلي، ذكاء من عندنا كلجنه التخطيط او مجلس اداره اللي احنا نجيب ساعده حته ان هو عارف الكره حافظ المكان الافريقيه وكره في مصر، وعارف لعيبه النادي الاهلي. يعني ما اخدش وقت لما يدخل عشان يعرف قفشه ولا السوريه ولا محمد هاني، هو عارفهم قبل كده. اول حوار ليه قال لك انا عارف فلان وفلان وفلان، قال اغلبيه اسماء لعيبه النادي، فهو حافظهم مش عشان لعيبه النادي الاهلي، هو حافظ عشان بيلاعب النادي الاهلي اكتر من مره. فحافظ طبيعي، اي مدير فني بحافظ الفرقه قدامه ومفاتيح اللعب. فهو الراجل جاي كويس، النادي الاهلي جاب مدرب خلاص، وحتى يعني هو ما جه لعب الوداد الموضوع ما فيش فيه مش جديد، عادي جدا. بس هو كمان فرق معاه جمهورنا مش موجود. جمهورنا ده لو موجود الراجل هيشوف جو تاني خالص، وهيشوف دنيا تانية. بس لكن بشيد بيه كابتن خطيب ولجنة التخطيط بأمانة في اختيار. شفت أداء الأهلي في الماتشين، ماتش الوداد الأولاني الأهلي كسبه، والماتش التاني برضو أداء قوي مع نتيجة في صالح النادي الاهلي في الماتشين. بص يا كابتن حسام، الماتش خلص. بص خلينا برضو احنا كجوار بتوع كورة وكأهلوية، ماتش الحمد لله وفضل من ربنا، وانت لعبت في الماتشات الافريقية، الماتش ده خلص هناك خلاص من الاول، ماتش الاول خلينا برضو واضحين. طبعا احنا بتبقى قلقان وكل حاجة، بس النتيجة دي في ارتياحية برضو ان انت كسبان هناك وبنتيجة كويسة وبشكل كويس، والفرقة اللي قدامك الحمد لله يعني برضه بيلعب النادي الاهلي. اللي هو يحصل النتيجه اللي اتعاملت معاها هناك دي ممكن برضه احسن عدم الجمهور، عدم وجوده علينا وعليه. بس الحمد لله يعني اللعيبه عندنا بالخبرات بحته النادي الاهلي، بالعزيمه، بالحته اللي بقى لنا فتره طويله ما وصلناش، اللي ما خدناش البطوله، فكل ده كانت عوامل الدفاع، زائد احنا خدنا بطوله الدوري، ماشيين في الكاس كويس، كل ده حوافز ودوافع تخليه تأهله اللي احنا ان شاء الله نبقى الاقرب في البطوله. يعني عايز اسالك بقى عن نقطه مهمه جدا، انت قلت لي ان عمليه الاعاره للاعبين المميزين في قطاع الناشئين عمليه مهمه جدا. احمد ياسر ريان يعني ابن من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لاعب مميز جدا ما شاء الله،
تجربة مع الجونة، أداء رائع بيسجل في كل موسم، بيحط اسمه بقوة. عايز أسألك عن أحمد ياسر ريان ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر، كنت بتكلم عن نقطة مهمة، هي نقطة الإعارات، والنادي الأهلي استفاد منها بشكل كبير، اللعيبة كمان استفادت بشكل كبير. ممكن لعيب ما بياخدش فرصته دلوقتي مع الفريق الأول، لكن بيحقق استفادة فنية في إعارة في الدوري الممتاز مع فريق محترم، يقدر يشتغل ويقدر يظهر بشكل كويس. أحمد من ضمن الإعارات اللي طلعت نادي الجونة، ما شاء الله دلوقتي سنتين أو ثلاثة مع نادي الجونة، سنتين مع نادي الجونة، أدى فيهم أداء رائع، سجل أهداف وظهر في مباريات كبيرة. أخباره إيه بقى بص يا كابتن، واحتمالية عودته مرة أخرى؟ والله حتة احتمالية عودته ده، يعني أنا بسمع زي كده أو يقال من خلال اللي بشوفه أو بسمعه من خلال السوشيال ميديا. يعني هو لغاية الوقت لسه ما حدش قرر ليه بالعودة، يرجع أو ما يرجعش. دي طبعا دي ترجع للنادي الأهلي. وصلني اللي في بعض موجود في لجنة التخطيط طالبين اللي هو يرجع، وفي يقول لك لا ممكن ياخد فرصة تانية بره. تاني عنده عروض تانية من بره؟ لا بفضل الله هو جاي له عروض كتير من ده كتير، يعني كلموني شخصيا واكيد كلموا كابتن نادر شوي برضو كوكيل ليه. انت عارف انا ما حبش اتدخل في الحاجات اللي هي الخصوصات اللي دي، يعني جاي له كتير قوي قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. بس في الاول في الاخر القرار بتاع النادي الاهلي. لكن انا يعني لو رجع تاني النادي الاهلي ومش هيلعب، ما اعتقدش يعني بتبقى صعبه يعني يلعب احسن بره. لكن لو هو مش لو هو فرصته بره اللي هيلعب ماتشات، عشان تعرف في اولمبيات وكابتن شاو غريب اعتقد من كل تصريحاته طالب اللعيبه لازم تكون بتشارك مع فرقهم بصفه اساسيه. فانت عارف في النادي الاهلي برضو كل اللي هيلعب في النادي الاهلي حته اللي هو يشارك بصفه اساسيه، انت عارف بتبقى فيهم منافسه في الفرق، كل الفرق فيها منافسه. بس انت عارف برضو المنافسه في النادي الاهلي ممكن التيم يفضل فتره طويله ثابت، فممكن اللاعب اللي بيلعب او اللي بيبقى البديل بقى صعب يشارك بصفه اساسيه. لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله لو هو زمان. يعني الحمد لله مع موسيماني كمان يعني في اعارات هترجع، واحمد كمان خامه مميزه ولاعب وهداف مميز، وشفنا كمان في بطوله 23 هنا في مصر لله. هدف حاسم يعني حسمنا بيه البطوله يعني او قربنا بيه مسافه كبيره. فهو ان شاء الله فرصه تكون كبيره لو ما لسه ما فيش امل انه يرجع دلوقتي، لكن ممكن ان شاء الله يعني يشتغل في مكان تاني وتبقى فرصه موجوده تاني. اكيد ان شاء الله باذن الله. ايه الصوره دي؟ بصراحه هو صغير قوي يعني احمد ده. كم سنه هنا كده؟ 3-4 سنين. 3-4 سنين في البيت عندي. فكان في برضو الصحفيين تعرف لما بيكونوا بيجوا البيت عندك وياخدوا حديث ولا حاجه. فكان ضمن دي الصور اللي كانت موجوده يعني. كان ظاهر وقتها ان هو عنده الموهبه وبيلعب كوره. احمد خلي بالك وايهاب على طول كانوا على طول يعني. ايهاب كان يروح التمرين، خلي بالك احمد في النادي الاهلي وهو عنده 8 سنين او 7 سنين كان لسه هو كابتن فرقته على فكره لغايه 98. يعني هو كابتن فرقته ليه؟ كان اتعمل وهم صغيرين، ما كانش لسه في ده ايهاب ده كان لسه ما اتعملش مسابقه ل 98 وهم صغيرين. فكابتن بدر رجب خدوا عمل فرقه لوحده كده. كان احمد كان لسه بيعدهم الفرقه دي الصغيرين، فرقه صغيره انا عنده صور لهم وهم صغيرين جدا. فكان بيعد السن ده ما كانش لسه كونوا الفرقه بتاعه مواليد 98. فكان احمد اول واحد، فقعد بقى موجود لغايه ما وصل الكابتن فرقه في 98 و97 عشان هو اقدم واحد كان في النادي الاهلي. طبعا هو اول الفرقه اتعملت وهو اول واحد كان موجود. فبرضه الفضل كان يرجع بربنا سبحانه وتعالى للكابتن بدر رجب يعني. عينه كويسه واتفرج. وكان احمد كمان قبل ما كان يبقى مقرر كان بيحب اصلا حتى ما كان في المولين فتره من فترات في الناشئين. ايهاب لعب في الداخليه فتره ولعب في المولين وبتريجيت وبس. انت عارف الجيل بجيل 95 الظلم او يعني ما كانش محظوظ قوي. لما انت تاخد خمسه تحت السن تطلعهم درجه اولى وتلعبهم مع فريق ولسه ما فيش خبرات طبعا وما فيش احتكاكات مفيش حاجات كتير جدا، ففي لعيبه خلي بالك الظلم. لكن بصراحه كان احمد حسن وهو ماسك بتروجيت الصقر فاتفرج عليه. فانت عارف ولادي بلعبت الكوره بيبقى فيه حساسيه شويه ولا اتصلت ولا فلقيته بيقول لي طبعا لازم ابعد عشان ياخد قراره. فهم قالوا له في التمرين ده ايهاب ياسر ريان. قام بص عليه، هو اللي بيحكي لي بص عليه بصه كده وقال لهم خلاص سيبوه شويه نبص عليه. فبعد 3-4 ايام كان هيتبص عليه في مكان تاني. فلقيته بيقول لي لا سيبه معاه بتروجيت. بس ما خدش الخبرات والاحتكاكات فبدا الامور كانت تبقى صعبه عليه شويه. فان شاء الله ربنا يكرمه في اللي وفقه السنه ان شاء الله باذن الله. طيب زي ما اتكلمنا عن احمد وعن ايهاب نتكلم عن كابتن ياسر. كابتن ياسر كام بطوله دوري مع الاهلي؟
انا واخد مع النادي الاهلي 18 بطوله 18 بطوله ما شاء الله بين دوري وكاس مصر وبطولات عربيه وبطولات افريقيه. طب كم دوري؟ انا واخد 7 دوري طبعا 7 دوري ورا بعض. طيب ارجعوا لنا بالصوره اللي فاتت دي الصوره دي ما انت مش عارف انهي دوري بقى ده ما تفتكرش الصوره دي كانت انهي دوري. ما انت في دورات انا ما اتصورتش معاها بنبقى نسافر انت عارف برضو ما بناخد اجازه بنسافر بنبقى اللي بيفرح بقى مين في الوقت ده اللعيبه عارف اللي هم صغيرين طالعين معانا من الناشئين. فكرنا بالجيل ده كابتن ياسر انت كلهم تحفظهم واحد واحد طبعا في احمد ايوب وفي مشير حنفي وفي عشان بس الكاميرا مش جايباهم قوي كده العمود ده ف وفي مصطفى كمال كابتن شوبير في اشرف ممدوح كابتن عادل عبد الرحمن في احمد عبد الفتاح عادل عبد الرحمن تامر بيجاتو اعتقد عمرو الحديدي جمال السيد ده الموسم ده اعتقد ده 94 95 تقريبا احنا طب هتقولنا الصوره الثانيه برده مع درع الدوري درع الدوري ده يعني بطوله هي المحببه الاهلاويه بس احنا عارف انت ما بتتعود والله مش تقلان في الانديه الاخرى بس انت ما بتتعود بتاخد دوري كتير في اوقات كتير ما بتصور يعني شوف لاحظ الصوره دي ما اتكررت هي دي اللي انا صورت فيها السنه اللي انا صورت فيها وبقت السنه ما كناش بنصور ليه احنا بناخد اجازه اسبوع وبنمشي. طب فكرنا بقى بالصوره دي ده برضو في رحمه الله عليك كابتن عماد اليماني طبعا ده خلي بالك كابتن عماد ده انت حضرت طبعا طبعا كابتن عماد اليماني واهلاوي ايه ومن خفه الدم وكل حاجه فالصوره دي فيها عادل عبد الرحمن اعتقد وفيها دمشير وفيليكس كابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه ورضا عبد العال محمد عبد الجليل ورضا عبد العال اشرف ممدوح ما احنا في السنه دي دوري وكاس صح دوري وكاس وكنا بناخد انت شايف دي احنا مجموعه في مجموعه كده بتقوم وحمل عبد الجليل في كل خمسه سته بياخدوا صوره وكابتن اسامه بناخد خمسه سته نتجمع ونصور مع بعض فهي جت كده احنا لو نعرف الزمن ايه كنا احنا صورنا كتير. طب الصوره دي يا كابتن ياسر ده واحد ده زميلي ده زميلي ده ضابط شرطه على فكره وقت في المنصوره محمد زين ده صديق ومازال دلوقتي ده انت في المنصوره وقتها لسه ما رحتش المنصوره كنت لسه في الناشئين تحت 14 سنه الناشئين في المنصوره 14 سنه ما كانش فيه لسه كلمه براءه من الوقت ده فده من اصدقائي اللي موجودين مازالوا يعني لعبت شويه في ناشئين المنصوره بس طلعت فريق اول على طول في المنصوره عشان انا كنت طالع برده الحمد لله طالع من الساعه 16 سنه لعبت فريق اول 16 سنه والله ولعبت بقى وحتى اما الناس برقك وكمان اسم ياسر ريان كان بيتكرر كتير ده لما خدنا برضو من بطولات الدوري ده كان في برضو حتى كان المحلة. في المحله وبيدونا بقى الورود اللي احنا خدنا فيه صاروخ في شرف فوق اهو في احمد رجب هشام حنفي في محمد فاروق في دامي احمد فتاح باين بس مش واضح قوي وفي مصطفى كمال كان خلاص حسام كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسام بطوله الدوري ده برضه تحت 14 سنه في نادي المنصوره كابتن ابراهيم كوان مدرب حراس مرمى مناسب نادي المنصوره من الانديه وكابتن ابراهيم مجاهد حسن مجاهد حسن مجاهد ما شاء الله كان عينه حلو قوي وبيطلع ناشئين كتير وعمل طفره في نادي المنصور ما احنا اتمنى ان شاء الله نادي المنصور يرجع تاني برضه الانديه دي على فكره لما بتبقى كويسه بتفيد الانديه الكبيره زي بيفيد النادي الاهلي وحاجات بتبقى كويسه بنقدر نستعان بيهم في من اللعيبه ما احنا برضه النادي الاهلي ده انت ماسك منطقه المنصوره الداخليه كلها بحري اسكندريه البحيره المغربيه بورسعيد الداهليه كل ده في مواهب كتيره في المنطقه دي ما انت برضه خلي بالك الموضوع بقى يعني شق اللعبه كترت وكل وكل واحد بيبقى عايز ابنك يبقى لعيب كوره بس انت شايف الموضوع ما تجاملش يعني انت مش عايز ابنك يلعب بكوره يعني بالزق لا الموهبه موجوده اشتغل معاه مش موجوده ممكن تكون موجوده عشان كده يا كابتن اسامه برضو لازم الناس عندنا في مصر العالم كله بيعمل ايه ابنه وهو صغير بيدخله في ست سبع لعبات باسكت وطايره وقدم ومش عارف ايه كتير طبعا هم ليه بيدخلوا كده عشان يشوف الولد في الاخر بيميل لانهي بيميل لانهي وده كتير وخلي بالك محمد صلاح يعني رفع سقف يعني خلاص طموح وده حق كل واحد طبعا مشروع واحنا داخلين على اخر حلقتنا كابتن ياسر عايز اتكلم عن النهائي الافريقي يعني النهائي الافريقي تاجيل المباراه كانت المباراه يوم 6 تاجلت ليوم 27 ممكن يتاثر النادي الاهلي بالتاجيل لا هي بص احنا هو سلاح ذو حدين اولا يعني انا شايف النادي الاهلي اكتر نادي متضرر في الموضوع ده اللي احنا كنا خلاص في فورمه طبعا وماشي في فورمه ايا كان هيلاعب مين كان في فورمه والفتره الطويله دي انت بتتكلم بقى هل الجهاز الفني هيعمل ماتشات وديه وما عمل ماتشات وديه هيعملها جامده ولا ضعيفه عندك الاول ماتشين منتخب مصر
ماشي هيبقوا موجود وفي خلاص ست لاعبين يعني انت دلوقتي خمس ست لاعيبه موجودين في المنتخب وبرضه انا بلعب على بطوله افريقيا يعني انا عندي برضه هدف ليا كنادي اهلي طيب انا دلوقتي لعبت ماتشات وديها بقى الان على اللعيبه بتاعتي اللعيب يصاب ويوارد في كره القدم يصاب لا قدر الله وارد اللي ممكن اصاب وانا ماشي بس بقدر الامكان بحافظ فالمسافه البعيده دي هي مش عارف ايه هدفها او ايه السبب انا شايف الموضوع كان يبقى ممكن يبقى اقرب من كده بس هي برضو زي ما انت بتقول الاجنده الدوليه بتاعت المنتخبات برضو موجوده فما فيش بالنسبه لنا ان شاء الله مشكله النادي الاهلي لازم لعيبه النادي الاهلي تعرف اللي هي لازم تبقى على قد المسؤوليه خلاص انت حصلت بطوله الدوري واحنا انت عارف احنا اي بطوله نقول ايه في الصفحه دي ونخش على الصفحه دي دلوقتي في صفحه افريقيا لازم نركز هي مباراه واحده تخليك كل المجهود اللي انت عملته تلاقي الناس مصر كلها شايلك فوق الراس فالموضوع لازم نعرف اللي في الاول في الاخر الماتش النادي الاهلي ما بنعترفش بالمركز الثاني او بطوله النادي الاهلي اخيرا كابتن ياسر النادي الاهلي خلاص بقى طرف في المباراه النهائيه خلاص المقابل الزمالك او الرجاء كابتن ياسر يتمنى مين المباراه النهائيه امام النادي الاهلي ولا مش فارق احنا بص يا كابتن اسامه انا الكلمه دي احنا النادي الاهلي نلعب مين احنا اللي بيلعب قدامنا بيبقى قلقان مش احنا اللي هنقول احنا عايزين نلعب والله الزمالك عشان ناخد مش عارف كسبنا ماتش ولا حاجه فاحنا لا احنا اكبر من كده من النادي الاهلي واللي يلعب الفرقتين فرقتين محترمين ولهم كل التقدير عندنا بس في نفس الوقت برضو احنا بنلعب على هدف البطوله ايا كان اللي هيلعبنا لازم احنا كده كده بنحترم الخصم اللي قدامنا فاحنا بنتمنى ان شاء الله في الاول وفي الاخر ان كان ماتش بطوله عربيه او ماتش مصري الاثنين لهم كل الاحترام بس نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكمل بطوله الدوري مع بطوله افريقيا ان شاء الله وانا معاك يا كابتن ياسر يعني مش مهم مين الطرف في المباراه النهائيه المهم احنا واستعداداتنا واحنا اكيد دوافعنا اكبر بنشكرك يا كابتن ياسر ونتمنى لك ان شاء الله اكتشاف مواهب بتاعنا في خلال الفتره الجايه حضرتك وطبعا كل المسؤولين في اللجنه انا سعيد جدا بوجودي معاك يا كابتن اسامه امانه والحمد لله اللي انت ملم فعلا بقطاع الناشئين ومش بالناشئين بس لا بالناشئين كلها في مصر بالتوفيق دايما ان شاء الله باذن الله شرفتنا والله شكرا كابتن. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيفي كابتن ياسر ريان بكده وصلنا لنهايه حلقتنا ما زال الحديث مستمر عن الاشبال استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من الاشبال شكرا والى اللقاء